بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من اكتر الحاجات الغريبه جدا ومريبه جدا بالنسبه لي تصريحات يورجن كلوب بعد الماتش، لما كلوب قال لك اصل الارضيه والملعب. ارضيه ايه وملعب ايه؟ انت لسه عايش في جو قائد الاندر دوجز، قائد الاندر دوجز اللي اي لعيبه بتجيله بيلعب بيها وياخد بيها بطولات. يا عم انت بقيت مدير فني كبير بتاخد دوريات وتلعب نهائي دوري ابطال، ما ينفعش يا عم الاداره بتعمله معاك ده، ما ينفعش يمشوا ماني ويجيبوا لك دياز وانت عندك مشكله في نص الملعب اصلا، وعايز لعيبه في نص الملعب يسندوا نص الملعب اللي هم محتاج حد يسنده اصلا. يعني انت عندك نص ملعب محتاج حد يسنده، نص الملعب اللي فيه بينيو جوردن هندرسون وتياجو الكانتارا. تياجو الكانتارا معروف هيلعب ماتشين ثلاثه وهيتصاب، فتياجو الكانتارا معروف ان هو هيتصاب. طب مين الاحتياطي؟ عندك جيمس ميلنر، عندك كورتيز جونز، عندك الكسندر تشامبرلين اللي هو عنده اصابه اصلا. فبسم الله ما شاء الله، يعني انت كده عندك لعيب بيتصاب كل ماتش ما بين اربع ماتشات، يعني هو بيلعب ماتش واحد بس وبعد كده بيتصاب ثلاث ماتشات، وهو تياجو الكانتارا. وعندك لعيب تاني عنده اصابه طويله زي الكسندر اوليكس تشامبرلين، مش الكسندر، هو اوليكس تشامبرلين. تشامبو بيتصاب شباب كتير وغايب غيابه طويل، غياب طويل. طب طالما انت عندك مشكله في نص الملعب، لا احنا هنجيب ديروين نونيز. حلو جدا صفقه ديروين نونيز، هو محمد صلاح انا متفق جدا معاك ان هو سفاح، بس معلش يعني ما ينفعش تقعده دكه لفيرمينيو. والله بجد ما ينفعش تقعده دكه لفيرمينيو، فيرمينيو مش شايف قدامه اصلا، فانت محتاج ان انت تزق فيرمينيو بان هو يلاقي ديروين نونيز فيرود وهو قاعد على الدكه بره عشان يحس ان في مشكله ما فيه هو. انما انت بتلعب فيرمينيو فيرود كتير يا معلم، كتير يعني كتير بجد، وهو نفسه كان واقف بيبص على حال الفريق في مشاكل. وطبعا اي حد بيلاقي ليفربول بيروح فين؟ عند ترينت. والله راح عند ترينت على طول. ليه؟ اصل ابو صلاح ما بيعملش ادوار دفاعيه، وجوردن هندرسون هيتعب جدا في الادوار الدفاعيه والمسانده ما بين الادوار الدفاعيه والادوار الهجوميه في الاربعه ثلاثه ثلاثه اللي بتعتمد على قوه الاطراف، ونص الملعب بيبقى عباره عن لعيبه بيخدموا على الاطراف. يعني مثلا جوردن هندرسون، محمد صلاح ما بيرجعش، يرجع حوص الناحيه الثانيه، لويس دياز هيرجع عادي. ثاني ماني كان بيرجع يدافع، لويس دياز هيرجع يدافع عادي جنبه تياجو الكانتارا. انما بقى لعيبه نص الملعب مش هم اللي بيشيلوا طريقه اللعب، هو بيشيل طريقه اللعب الاطراف بتوعك. نص الملعب بيبقى عباره عن لعيبه بيخدموا على زياده الاطراف، تمام، حلو جدا الشغل ده. بس انت النهارده لعبت فرقه محترمه زي فريق ماركو سيلفا وهو فولهام. ماركو سيلفا عمل فرقه محترمه جدا بفولهام. وبرضه عايزين نتكلم شويه على قصه رحيل ساديو ماني دي. لويس دياز السنه اللي فاتت حسسنا ان هو قادر هو يشيل الحته اللي هيسيبها ساديو ماني، بس السنه دي لما شفنا ساديو ماني غايب الموضوع صعب. موضوع انك يكون في بديل قوي لساديو ماني وتحضر البديل القوي ده في يوم وليله، الموضوع فعلا صعب شويه. فحته الارضيه اللي انت بتتكلم فيها دي، معلش ارضيه ايه يا ابو ارضيه؟ ارضيه ايه يا حلاوه؟ يورجن كلوب والاداره بتفرض عليه، ما بتفرض عليك لعيبه، بتفرض عليك شروطها. ليه يا عمي؟ ابص على دكه ليفربول ما الاقيش غير ثلاث لعيبه هم اللي ممكن ينزلوا. والله بجد ثلاث لعيبه حرفيا، ديروين نونيز، جيمس مينر، وكمان كان موجود معاه النهارده يعني عيل كده زي كارفاليو. كارفاليو ده عيل لسه 2002، فكارفاليو ده بيعتبر لسه ناشئ ولسه شاب. كان تقريبا معاه، يعني هتقول لي طب ما هو عنده اصابات، عنده جوتا مصاب، عنده الكسندر تشامبرلين، عنده كمان لعيب زي ابراهيم كوناتي. ماشي عمل، متفق معاك ان كل دي اصابات، بس انا الدكه كان كلها ثلاث لعيبه، وثلاث لعيبه جيمس ميلنر، ديروين نونيز هم اللي ممكن ينزلوا، يعني هم دول اللي المفروض ان هم ينزلوا. وطبعا نزل في النهايه لعيب زي كارفاليو. على فكره كارفاليو ده لعيب كويس، بس هو المشكله ان هو ولد لسه شاب صغير، وكان عنده لعيبه ثانيه من الاكاديميه موجوده على الدكه. فانت بتتكلم على ان يورجن كلوب ليفربول ما معاهمش غير 11 لعيب وثلاث لعيبه موجودين على الدكه، ومفروض ان الفرقه دي هتنافس على دوري ابطال، وتنافس على دوري انجليزي، وتنافس على كهربا، وتنافس على كاس الاتحاد. هيعملها ازاي يورجن كلوب؟ انا عن نفسي ما اعرفش، لو انت تعرف يعملها ازاي قول لي. بس طول ما هو مع ابو صلاح كل حاجه ممكن تحصل، لان ابو صلاح لما مؤاخذه يعني ممكن يديك 80 دقيقه ما تحسش ان محمد صلاح موجود في الملعب، بس 10 دقائق اسيست وجون. والله 10 دقائق اسيست وجون، هتقول لي على فكره الفرقه ضيعت وفي كورتين جون في العارضه، كره لويس دياز اللي انت بتقول مش قادر يشيل مكان ساديو ماني، والكره الثانيه بتاعه جوردن هندرسون في نهايه الماتش. اقول لك انا متفق معاك عزيزي، بس كلنا كنا مكابتنين ابو صلاح، لان احنا كنا حاسين ان هم هيحطوا حته جامده على فولهام، بس فولهام بصراحه فاجئونا. فتحيه كبيره لفولهام، وتحيه كبيره لميتروفيتش. ميتروفيتش اللي بالنسبه لك كده تحس ان في عشره ما بينك وبينه، بس ميتروفيتش ده عنده 27 سنه، يعني مش هو نفس اللعيب الكبير اللي انت متخيله. هو جته وضلفه وقدر يلبس
فيرجيل فان دايك في ضرب الجزاء بعد ما خد فان دايك يمين ورجعه شمال تاني، وقبلها كان جايب جون عالمي كره عرضيه، عرف يروح في نقطه الضعف اللي هي عند مين؟ عند ترينت، وقدر ان هو يسجل الهدف الاول، وكمان خد ضربه جزاء سجل بيها الهدف الثاني. ميتروفيتش عمل ماتش عالمي، ماركو سيلفا وفريقه لم يستحق ان هم يخسروا. يورجن كلوب محتاج يخلص الميركاتو بصفقه لعيب نص ملعب، ولو اسماعيل بن ناصر فعلا سرق الكلام اللي بيتقال ان هو مربوط بانتقال لليفربول، فاعتقد ان هي هتكون صفقه مميزه جدا لليفربول. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو قول لي. هل انا جنيت على يورجن كلوب بان انا قلت ان هو الاداره داست عليه وقررت ان هو هيمشي طوع ليها، ولا هو اللي اختار ان هو يكمل باي حد لمجرد ان هو لسه عايش في دور قائد الاندر دوكس؟